تعد منظومة النقل من القطاعات التي تلقى كل الاهتمام من القيادة السياسية للدولة المصرية، وقد حظي قطاع النقل بدعم لا محدود في إطار النهضة الحضارية والتنموية المستمرة لكل البنى التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، وأصبحت خطة تطوير منظومة النقل متناسقة ومتناغمة مع استراتيجية التنمية الشاملة للدولة 2030، حيث تهدف هذه الخطة إلى تطوير قطاع النقل لما له من دور حيوي في التقدم الاقتصادي والازدهار العمراني. ففي محافظة الإسكندرية عروس البحر المتوسط، وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة القضاء على التكدسات المرورية وتحقيق الانسيابية المرورية داخل محافظة الإسكندرية وبينها وبين جميع محافظات الجمهورية، قامت وزارة النقل بوضع مخطط شامل لتطوير النقل في نطاق محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، تعتمد على تطوير محاور الطرق والكباري والنقل السككي واستحداث وسائل الجر الكهربائي وتطوير منظومة النقل البحري والنهري. ففي مجال الطرق والكباري تم تنفيذ محوري أبو زكري والمحمودية وجاري تطوير الطريق الساحلي الدولي بورسعيد الإسكندرية مطروح السلوم، وتطوير طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتوسعة طريق الخدمة، كما يجري العمل حالياً في تطوير وتوسعة طريق وادي النطرون العلمين. وتم الانتهاء من إنشاء وتنفيذ العديد من الكباري والتقاطعات واستبدالها بكبار علوية، وهي كوبري 27 وكوبري 21 تقاطع الزراع البحري مع الطريق الساحلي، وتوسعة كوبري العجمي وإنشاء كوبري دوران للخلف على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، ومحور 54 الذي يربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي، وجاري توسعة كوبري الكافوري، حيث تساهم هذه الكباري في حل الاختناقات المرورية الناتجة عن التقاطعات والدورانات السطحية. كما تم التخطيط لأحداث نقلة نوعية هائلة في مشروعات النقل السككي والجر الكهربائي بنطاق محافظة الإسكندرية والساحل الشمالي، حيث تم الانتهاء من تطوير نظم الإشارات وتجديد السكة والمزلقانات والمحطات على خط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية المزدوج بطول 208 كيلومترات وبعدد 19 برجاً رئيسياً و15 برجاً ثانوياً وعدد 80 مزلقاناً، وذلك بهدف زيادة معدلات السلامة والأمان، حيث تصل الطاقة القصوى للتشغيل لخط القاهرة الإسكندرية بعد التطوير إلى 286 قطاراً في اليوم بدلاً من 140 قطاراً في اليوم قبل التطوير، ويقفز عدد الركاب إلى 54 مليون راكب سنوياً بعد التطوير بدلاً من 36 مليون راكب فقط. ويستمر العمل بملء الأمل عبر إطلاق مشروع شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر، منها الخط الأول العين السخنة الإسكندرية العلمين مطروح بطول 675 كيلومتراً. أما مشروعات النقل الحضري داخل الإسكندرية فجاري حالياً إسناد مشروع مترو الإسكندرية أبو قير محطة مصر بطول 21.7 كيلومتر بديلاً لقطار أبو قير الحالي، وكذلك جاري دراسة تطوير ترام الرمل بطول 13.2 كيلومتر، وامتدت أيادي التطوير لمحطات السكة الحديد، فتم الانتهاء من تطوير 8 محطات للسكة الحديد في نطاق محافظة الإسكندرية، منها محطة الإسكندرية والتي تم الانتهاء من تطويرها وترميمها مع الحفاظ على الطابع الأثري وتصميمها التاريخي للمحطة بالكامل، حيث تم تطوير الصالة الداخلية، صالات التذاكر، ساحة انتظار السيارات الخارجية، تدعيم الأسقف، والتطوير الكامل لكافة أرصفة المحطة، والتي أصبحت بمثابة تحفة أثرية استعادت بريقها بالكامل وتحفة معمارية تزين وسط الإسكندرية. ويسير قطار التطوير إلى مشروعات النقل البحري، حيث يتم تنفيذ مشروعات ضخمة في ميناء الإسكندرية الكبير لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، حيث يجرى الانتهاء من محطة تحيا مصر متعددة الأغراض ورصيف 85/3 وإنشاء البنية التحتية للساحات الجديدة بطاقة استيعابية تصل إلى 4 مليون طن.
طاقة أمل جديدة، هتفتح أبواب خير ورزق وفرص عمل مستدامة لأهل اسكندرية. طاقة تشغيل، فرصة عمل مباشرة، حولتوا حياة أسر من ظروف صعبة لظروف أفضل. وبيستمر العمل ببناء المزيد من شرايين الأمل، واللي بتمثل منهج عمل عبر محاور تنموية جديدة تفيض بالفرص وتبشر بمستقبل واعد على أرض مصر.